أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآلهم وصحبهم آل الله آمين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله في العلم والدين عبد الغني موسى ألبي. فالمقصود من هذا المقطع وأننا تكلمنا في الدرس السابق عن علوم القرآن وفي المبادئ العشر من هذا العلم، يعني علوم القرآن. وهذا اليوم يكون الدرس الثاني من هذه الدروس، من سلسلة هذه الدروس. واليوم إن شاء الله، لأننا أنهينا كلامنا عن كيف بدأ علوم القرآن وكيف بدأ في عصر الصحابة، تطرقنا إلى بعضها يعني. أما اليوم إن شاء الله سنتكلم، نبدأ كلامنا بأسماء القرآن. عادة عندما نرجع إلى المصادر في علوم القرآن يبدأون بعد تطرقهم إلى عشر إلى أسماء القرآن كذلك. إن شاء الله واليوم سنتكلم عن أسماء القرآن، وبعده إن وسعنا الوقت نأخذ نطفة ما لا بأس به من كيف نشأت علوم القرآن إن شاء الله، كيف يعني كيف بدأ. وقد صنف في هذا النوع من علوم القرآن عدد من العلماء، منهم عبد الله الهرالي، كما تطرق إلى ذلك الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. وذكر أيضا القابل أبو المعالي عزيز بن عبد الملك رحمه الله، وكذلك أيضا الزركشي نفسه، وكذلك إمام السيوطي، وبعض هذه العلماء يعني صنفوا في هذا النوع، وذكروا للقرآن الكريم أسماء كثيرا. وهذه الأسماء أو الأسامي الذي سموا القرآن به أكثر من 90 إلى 92، كما يعني أمشي كما مشى الإمام بدر الدين زركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. بدأ قال بأن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه بأسماء كثيرا، وقال أبو المعالي القاضي: اعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن بأسماء كثيرة، منها كتاب سماه كتابا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف الآية الأول والثانية: آمين والكتاب المبين. وسماه أيضا قرآنا، وذلك في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم. وسماه كلاما في سورة التوبة: حتى يسمع كلام الله. وسماه أيضا نورا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا في سورة النساء الآية 74 و100. وسماه أيضا هدى ورحمة للمحسنين في سورة اللقمان، وكذلك وسماه رحمة قال في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وسماه فرقانا في سورة الفرقان الآية الأولى من هذه السورة، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه شفاء، وقال في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وسماه موعظة
في سورة يونس أيضا قال قد جاءتكم موعظة من ربكم وسماه ذكرا في سورة الأنبياء وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه وسماه كريما في سورة الواقعة قال إنه لقرآن كريم وسماه عليا يعني عليا وقال في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وسماه حكمة في سورة القمر قال حكمة بالغة فما تغني النذر وسماه مهيمنا في سورة المائدة مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه وسماه مباركا في سورة الصاد قال كتاب أنزلناه إليك مبارك وآكس سماه سبحانه وتعالى وهذه الأسامي كثيرة جدا لكن سأتطرق إلى تعريف بعض هذه الأسماء كما عرفه بعض العلماء في كتبهم يعني الكتب في كتب المصادر كتب مصادر المصادر يعني المصادر في علوم القرآن فالأول كما قلنا سماه سبحانه وتعالى كتابا قال ذركشي في كتابه الذي كنا نقرأ منه الآن قال أصله الجمع يعني أصل الكتاب الجمع أي يجمع الحروف والكتاب يجمع كذلك أنواع من العلوم والقصص والأخبار والآيات والأحكام على أوجه مخصوص لذلك سماه كتابا والكتابة كما عرفه العلماء قال كلا حركات تقوم بمحل قدرة الكاتب خطوط موضوعة مجتمعة تدل على المعنى المقصود وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيء هذا هو الكتاب والثاني القرآن اختلف العلماء في هذا الاسم في القرآن فكلا هو اسم غير مشتق من شيء يعني قرآن لا يشتق من شيء يعني ليس له أصل وكلا بل هو اسم خاص بكتاب الله كما وهذا كما قال المتكلمون بأن عندما يقسمون الكلام إلى ثلاث كلا في القسم الأول كلا النظم والثاني النثر والثالث القرآن يعني بمعنى هذا الاسم القرآن بالقرآن سمى سبحانه وتعالى قرآنا بأن هذا الاسم اسم خاص للقرآن الكريم كما كل هذه قاله أبو عبيدة من علماء القرن الثالث المتوفى سنة 90 وبعد 200 وقد سمى القرآن قرآنا لأنه جمع الصور بعضها إلى بعض هكذا اختلاف العلماء على كلمة القرآن لما سمى سبحانه وتعالى كتابه بالقرآن والثالث الكلام سمي كلاما لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده من قبل والنور سماه سبحانه وتعالى نورا لأنه يدرك به غوامد الحلال والحرام وسماه هدى لأن فيه دلالة بينة إلى الحق وتفريقا بين الحق والباطل وسماه فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل والمسلم والكافر والمؤمن والمنافق وسماه ذكرا لما فيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأمم المادية والذكر بالشرف لأنه شرف بلغتهم يعني أشرف الله سبحانه وتعالى بإنزال هذا الكتاب أشرف به العربية
اللغة العربية، لأنه ماذا قال في القرآن؟ قرآن عربي، يعني نزله باللغة العرب. وكذلك سماه سبحانه وتعالى المبين، لأنه أبان، يعني أي أظهر الحق من الباطل. وسماه أيضا بشيرا ونذيرا، كما سمى رسوله كذلك بشيرا ونذيرا، لأنه بشر بالجنة وأنذر من النار. وسماه حكمة، لأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله، ولأنه مشتمل على الحكمة بأنواعها، لأن القرآن وضع كل شيء في مكانه، ويعني وضع إنسان مع شرفه في محله، وكذلك حيوان، وكذلك الجمادات، وكذلك النباتات، كذلك والقرآن. لذلك سموه بالحكمة. وكذلك سبحانه وتعالى سمى كتابه الوحي، لأنه عرف شيئا خفية وخفية، أي الأمور الغيبية، سواء كان الكلام تتعلق بالأنبياء والملائكة أو بإلئام كالنحل وإشارة النمل، فهذه من الوحي سرعة وخفية، أي أن القرآن يعني أكشف كل شيء من أمور الغيبية من الأنبياء والرسل، وكذلك الأمور الغيبيات. القرآن الكريم أكشف أن هذه الأمور كلها حتى أبان وأظهر على الجميع. لذلك سموه تعالى بالوحي. وكذلك سماه سبحانه وتعالى المهيمن، لأنه شاهد للكتب المتقدمة بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الأمم السالفة إن قاموا بتعريف كتبهم، لأن عادة عند الأمم السالفة يغيرون كتبهم ومواثقهم يغيرونها، يعني يحرفونها، كما قال في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هكذا وجاء القرآن الآن ليكون مهيمنا على هذه الكتب. إذا كان هناك تحريف في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور، فالقرآن يكون مهيمنا على هذه الكتب السماوية. هكذا وسماه سبحانه وتعالى الشفاء، فلأنه يشفي من الأمراض القلبية كالكفر والجهل والجل، ومن الأمراض البدنية كذلك. لذلك سماه تعالى شفاء. هل حبل؟ فلأنه من تمسك به وصل إلى الجنة والهدى، والحبل هو السبب، لأن الحبل هو السبب إلى الهداية، وكذلك الحبل إلى الهبل هو السبب إلى الجنة، كما كان الهبل عند من لم يؤمن، الهبل يكون سببا له إلى النار، فالعياذ بالله من النار. وكذلك سبحانه وتعالى سمى كتابه بالمجيد، أي الشريف، المجيد بمعنى الشريف. فمن شرفه أنه وفضوا عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان، وجعله معجزا في نفسه أن يؤتى بمثله، لأن القرآن تحدى الكفار والمشركين أن يأتوا بمثل القرآن، بمثل آية أو بمثل سورة أو بمثل سورة أو بمثل كلمة، هذه في المبالغة. لذلك سماه تبارك وتعالى بالمجيد. فأسماء القرآن، فالقرآن الكريم له أسامي كثيرة، وهذه البعض منها إن شاء الله في الدروس الموالية سنتطرق إلى بعضها. أريد الآن أن أدخل إلى كيف نشأت علوم القرآن، يعني كيف نشأت بداية علوم القرآن، كيف بدأ علوم القرآن، كيف بدأ
قد تطرقت في معرض كلامي عن هذا العلم عندما أتكلم في بداية ظهور هذا العلم. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي فجبريل عليه السلام يقول للرسول والجبريل قال سبحانه وتعالى لجبريل أن يقول لعبدنا ضع هذه الآية في آية كذا وهذه السورة في سور وهذه فيها في ذاك وهذا في ذاك. هكذا بدأت نشأته. والآن سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم ربط فبداية هذه العلوم فبداية علوم القرآن مرتبطة ببداية نزول القرآن شيئا فشيئا. يمكن أن يستنبط من نزوله في أول المرة الذي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال جبريل اقرأ. ففي هذه يستنبط منها علوم كثيرة، منها علوم أسباب القرآن. ما هو أسباب هذه الآية؟ ما هي أسباب نزول هذه السورة؟ يعني سورة العلق، علوم القرآن. والثاني أول ما نزل، لأن هذه المسائل مندرجة تحت علوم القرآن. وكذلك كيف كان الوحي، هذه المسائل الثلاثة يوخص من نزول جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما لبث القرآن ينزل مرة بعد مرة يحدث من علومه غير ما ذكرت من هذه العلوم. وكذلك بدأ بموضوعات الآيات وبالوقائع والنواذل. يعني إذا وقع شيئا ينزل القرآن، ليس كلها، لأن بعض الآيات من القرآن قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض السور نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سبب. بل فالله سبحانه وتعالى له حكمة جالية في نزول كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لأصحابه بعض الآيات من القرآن. إذا نزلت آية من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم هذه معناها هكذا، معنى هذه الكلمة هكذا، يفسرها. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع ويبين ما غمض على الصحابة الكرام من آي القرآن. فهذا ما روى شيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود عندما قال عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهم مهتدون. سورة الأنعام الآية 82. قال شق ذلك على الناس عندما نزلت هذه الآية، شق على الناس كثيرا، بمعنى أنهم قالوا يا رسول الله وأجنا لا يظلم نفسه، لأنهم فهموا من هذه الآية الظلم بظلم لغوي. عندما نقول الظلم في اللغة بمعنى الذي يختلط بين الحق والباطل، يظلم نفسه أو يظلم غيره هكذا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، بمعنى ليس كما تظنون أنتم. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني بهذا القول لقمان عليه السلام، إن الشرك لظلم عظيم. في سورة لقمان إنما هو الشرك، بمعنى الظلم في هذه الآية في سورة الأنعام، بمعنى الشرك الذي في سورة لقمان. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نزلت بالآية التي قد نزلت من قبل في سورة لقمان.
هكذا بدأ علوم القرآن وهكذا نشأته. فاليوم إن شاء الله أقف هنا في الدرس الموالي إن شاء الله نتطرق إلى كيف كان الصحابة، كيف كان رد فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما يعلمهم الرسول، عندما يبين لهم آية من القرآن، وعندما يفسر لهم آية من القرآن أو متى من القرآن، كيف كان ردود فعلهم رضي الله عنهم. والسلام عليكم. وهنا أكف. اللهم فهمنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا، وارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.